السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزيل. اليوم الحصة تاعنا وين في نقولوا بلي توانسة، وين يفاجئون السياح الجزائريين قبل السفر نحو تونس. انا نقولها لكم ونعاودها لكم، هذه مليحة ليكم، لأن التوانسة شعب خطر. نقولها لكم، أنا ما شي شعب تونسي ولا كاين الناس يعني كرهوا، والله ما والله ما تصيبوا الشعب وحب والتقدير إلا مع إخوانكم المغاربة. لكن للأسف والله العظيم كاش شعب مونت كامل، ما كاش شعب يبغي الشعب الجزائري كيما المغاربة، ما التالي كاع كاش شعب في الموند كومبلي أو في العرب كومبلي شعب يبغي الجزائريين والجزائريين يبغوا الشعب المغربي، ما كاش عقلية واحدة، عقلية واحدة، نيف رجلة قاع عقلية واحدة، متالي قاع نيف رجلة كلش عقلية واحدة. ما تشوفش المواقع، ما نهدرش على المواقع، انا مش راني نهدر المواقع، انا نهدر الواقع، الحاجه اللي عشناها وشفناها، الحاجه اللي نعيشوها ونشوفوها. انا المواقع ما انا ما نكون ندير على المواقع، ندير المواقع راهي حرب وراهي دولار وراهي كون ندير على المواقع يا ودي. مواقع فاني لعبنا كوب ديمون في المواقع، لعبنا كوب ديمون مواقع، دينا كاس افريقيا في المواقع، كاس العالم مواقع، دينا كاس العالم ولعبنا كوب ديمون وقصامات عاقب كاميرون ما راحش ايطو دخل الحبس في المواقع. الواقع هضروا لي شو الواقع، مش كيف هذه هي شاهدنا شعب خطر. وري لي نتايا جزائري راح للمغرب ونضرب، وري لي جزائري راح للمغرب ونضرب، وري لي نتا جياسكا لعبت كونت التوانسة شاهدنا شاصرة، وري لي لياسما كونت الجيش الملكي وسرا، وريلي وسرا، وريلي وسرا، قول لي نهضروا الواقع. هذا واقع، هذه ماشي مواقع، هذا واقع، نتكلموا على الواقع ما نهضروش على المواقع. وريلي اي نادي جزائري يلعب في المغرب ونحقر، وريلي قولوا لنا. هادو هذا الواقع رانا نهضروا عليه، ما واقع حاجه وحده اخرى. بصح كي تشوف الواقع تاع التوانسه ما عرفوش كاين برشا على جلد راسك. ونهار السياح يعني ما بقاوش يروحوا لتونس، 5 ملايين جزائري هجم، مش يهجم دخل لتونس، 5 ملايين جزائري دخل لتونس، عمر تونس 5 ملايين جزائري في 3 ايام، تونس تعمرت سياح جزائريين. انا قلت لكم نعاودها في ذيك الضربه، قلت لكم يا جماعه، قلت لكم غدوه ان شاء الله كي تشوفوا طائره جايه من امريكا مصارجيه، طائره مهوده من انجليز، طائره منا، انتوما يولوا في العشاش، العشاش هذوك تاع باش تكري فما في 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 قصبه دار بالقصبه، ويقول لك لا وصح انا مانيش غلط، خاطش نعرفو الجزائر راحو فوتو فاكونس في المغرب نسمعوهم شي يقولولنا، ونعرفو ناس راحو تونس ونسمعو شي يقولولنا. هذه هي وين كشف رئيس منظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زايدي مطالبة شركة الخطوط الجوية التونسية الجزائريين امتلاك حجز فنادق من أجل السماح لهم بالسفر نحو تونس. وقال زايدي في منشور له عبر صفحته على الفيسبوك: تفاجأنا بعض يعني من مسافرين بقرار منع السفر لمن ليس لديه حجز فندق، حيث أن بعض من المعنيين من المرضى في متوجهون إلى مشفى مباشرة. وأضاف مصطفى زايدي: منذ متى أصبح قرار كهذا يتم تطبيقه؟ ومدى قانونيته في وسط ذهول وصدمة البعض، حيث أن رئيس المحطة التونسية كان صارم
وحتى شديد اللهجة في كلامي حسب وردنا. وتساءل رئيس المنظمة حماية المستهلك حول إن كان هذا الفعل معزول أو جاء بقرار رسمي من السلطة العليا في الجارة التونسية. كما أكد زيدي أن قضية كهذه لن تمر دون استفسار، وإذ كان سندها غير قانوني لماذا هذا السلوك؟ فعلى السلطة المحلية التحرك لحماية مصالح المستهلك الجزائري المادية وخاصة المعنوية. كما وجه زيدي سؤال حول دوافع هذا الفعل، خاصة أن كثير من عائلات تقوم بحجز سكنات لقضاء العطلة وليس الفندق، ويذكر أن بعض الإجراءات تتعامل بها دول فضاء شنغن التي تفرض على الجزائريين استظهار حجز الفندقي قبل المغادرة مطاراتها. يعني والله ما فهمناكم، والله ما فهمنا معكم. هذه يا خويا أنا نقولها لكم ونعود، والله العظيم ما كان شعب يعني لا تجد حب والتقدير إلا من إخوانكم المغاربة، لكن للأسف أنا نقولها كلمة حق، هذه نقولها لكم ونعاود خويا، خاطش حقيقة هذه ماشي كذب، هذه حقيقة خاطش بالأدلة، هذه بالأدلة كي نقولوا بالأدلة، على بالك كيفاش أدلة؟ يعني كي تشوف نتايا كي نعطوك نقولوا لك روح شوف. روح شوف يعني أندية روح شخصي مناصرين جزائريين عندما يتنقلون إلى تونس يتلقوا مزايقات كبيرة. يا ودي غير تانية هذه ما صارت، هذه غيسنا غيسنا كاردو فينال كاردو فينال ترجي التونسي مع جياس كا وأسرى ما قبلها لياس ما 2017-2018 كاردو فينال لياس ما في تونس. قلت لي يا اسمه لمسية ضاربين الانصار ضاربين منا فاني يضربوا اللعابه يضربوا اللعابه شحال من خطره بصح كي تروح تلعب ايش نافاني غاري كارديو في دومي فينال وا دومي فين دومي فينال الجيش الملكي دومي فينال الجيش الملكي احنا هنا 2-0 بصح كل لعب راحوا 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 للرباط جيس الملكي فانيك يعني عادي نورمال ربحوا الشعب تاعهم خرج وش زايد داير لك شازا داير لك على بالك شازا داير لك ادخل بالباسبور برك للستاد ادخل بالباسبور للستاد عندك باسبور تدخل باطل جزائري بين له بلي جزائري برك فوق الراس والعين فوق الراس والعين امور هادو امور هادو تاع الرجوله خويا أمور تاع الرجولة هذه هي كاينين بزاف يقول لك لا وشو بيتك تهدر هكا يعني لا نهضرو الصح هذه حقيقة نهضرو فيها خويا هذه حقيقة نهضرو فيها ماشي كذب ما ليش نكذبو هذه سبحان الله هذه حقيقة صاحبي هذه حقيقة والله هذه 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 الناس هذه تاع فرنسا اللي راه صارية في فرنسا شو كنت نقول لكم لازمان قلت لكم الجيش الجزائر عندها زوج جيوش عندها جيش في الخارج خاطش فرنسا لو كان صابت لي زيميغري بزاف تاع ليبيا عندها ما تقدمش ليبيا وفرنسا كو صابت عندها لي زيميغري بزاف في سوريا بزاف ما تقدمش بصح الجزائر عمرها لا تنجم تقدم خاطش علاه ناكلوها المغرب العربي كي المغرب كي تونس كي الجزائر ما ينجموش يقدموا لها بالتالي كاع هذه يا خويا هذو هما الناس اللي تخدم باش تعرفوا الحقيقه هذه باش تعرفوا الحقيقه بالخويا ما تنساوش عطونا جيم كومونتير بارطاجونا لي فيديو وان شاء الله ديما معكم بجديد واللي مشي ابوني معنا
وربي يحفظكم وصحيتو خاوتي.